بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على النبي الكريم وآله وصحابته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا في هذا البرنامج، برنامج تأهيل الخاتمين والخاتمات، في الدورة الرابعة منه. وكما تفضل أخي الأستاذ الشيخ عبد الحمصي حفظه الله، بسبب الوباء الذي نسأل الله تعالى أن يرفعه عنا وعن جميع المسلمين، آمين، تأخرنا في إنجاز هذا البرنامج، كما تأخرت كثير من الجهات سواء الرسمية أو الاجتماعية وغيرها في إنجاز برامجها. وها نحن نعود إن شاء الله بعد رفع الحجر عن الجمعيات والمدارس القرآنية، نعود لبرامجنا ودوراتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والرشاد والهدى والسداد. هذه الدورة التي أسميناها بدورة ضبط أو قواعد ضبط المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، دورة مهمة جدا لا يستغني عنها أي حافظ لكتاب الله، أو سواء كان معلما أو متعلما، فالمتعلم يحتاج إليها والمعلم كذلك يحتاج إليها. وتكمن أهميتها في أن الحافظ لكتاب الله تعترضه في طريق عقبة كبود، وهذه العقبة يشتكي منها كثير من الحفظة، سواء في مرحلة التعلم أو في مرحلة التعليم. وقد تكون هذه العقبة سبباً لانقطاع كثير من الحفظة عن إتمام مشروعهم وتحقيق حلمهم في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى والاندراج ضمن قائمة الماهر بالقرآن أو المهر بالقرآن، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة. وذكرنا في مناسبة سابقة أظن في دورة تعليم التدبر أن الماهر لا يعني فقط المهارة في حفظه، بل المهارة في حفظه، المهارة في تلاوته وإتقانه. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة، أي مع الملائكة الكرام المقربين، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. وهذه المشقة قد تعرض للحافظ سواء في قراءته ابتداء أو سواء في حفظه وتعثره في الحفظ. ونحن نعرف بمعاناة إخواننا وأبنائنا وبناتنا جميعا الذين يمارسون حفظ القرآن الكريم أو يعلمون القرآن الكريم ويحفظونه لغيرهم، فإنهم دائما يشتكون من مشكلة متشابهة صحرا، وأن الطالب يتشوش وقد يصاب بالإحباط عندما يجد نفسه لا يضبط كثيرا من الآيات وكثيرا من الصور، ويشعر بشعور في الحقيقة سلبي، وأنه لا فائدة ولا جدوى. هذا الشعور هو ملخصه، أنه لا فائدة ترجى منه في حفظ كتابه صح. وقد انتابنا جميعا هذا الشعور لما كنا نحفظ، بل قد ينتابنا حتى الآن. ويخيل لكثير منا أن حفظ القرآن الكريم أمر يكاد يكون مستحيلا أو ضربا من المستحيل، أو على الأقل لا أقول الحفظ، الحفاظ على القرآن الكريم وإتقان حفظه يكاد يكون ضربا من المستحيلات. وقد يرى الكثير منا أن نفسه ليس مؤهلا لذلك، ويحكم على نفسه ويقصي نفسه من هذا المشروع العظيم
ويحرم نفسه من هذا الأجر الكبير وتحبط نفسه في تحقيق حلمه في حفظ القرآن الكريم والاندراج في حملته، وعلى الأقل في أول القائمة حملة القرآن أن تكون حافظا له، وأول علمك بالقرآن معرفتك باللحن إذا يجب بعد إتقان حفظه، لأن مراحل تعلم القرآن الكريم مراحل كثيرة، من معرفة قراءته ثم إتقان قراءته ثم معرفة حفظه وإتقان حفظه ثم معرفة فهمه والتفقه فيه والتدبر له والعمل به، يعني مراحل كثيرة. فالإنسان يرفع الرأي البيضاء من أول مرحلة وهي مرحلة الحفظ. قد يتغلب الإنسان على أحكام التلاوة ويتقنها ويصير ما شاء الله ماهرا في إتقان التلاوة وتزول العقدة من هذه القضية إلى الأبد، لكن تبقى دائما النقطة السوداء والمتلازمة المعقدة للحافظ هذه العقدة أو المتلازمة هي ضبط المتشابه، صح ولا لا؟ ويحمل الطالب والحافظ هم هذا الموضوع منذ أن يكون حافظا إلى أن يصير معلما ومحفظا لغيره، ويشعر بمعاناة طلابه، وكذلك المحفظة تشعر بمعاناة طالباتها وتلميذاتها وتشفق عليهن، والكثير كما قلت ينقطع ويصاب بالإحباط وينقطع عن الحفظ. مع أن المولى تبارك وتعالى يقول لقد يسرنا القرآن للذكر، القرآن ميسر، والدليل على ذلك أن نجد أولادا صغارا الآن بين أولاد بعضهم ربما أوشك أن يختلف، أولاد صغار دون سن البلوغ 12 وأقل وأكثر قليلا، وأنا العبد الله حفظت القرآن وأتممته وعمره دون 16 بفضل الله وتوفيقه، ونجد كثير من أبناء المسلمين وهم صغارا 12 13 يحفظ القرآن حفظا متراكبا لا يسقط منه أو لا يكاد يسقط منه حرفا ولا نقول كلمة أو آية. إذا فهذه النماذج العملية تؤكد لنا أن مسألة الحفظ ليست مسألة مستحيلة، وأيضا ليست قدرات خاصة. بعض الناس يقول لك هؤلاء عندهم مواهب وهم قدرات خاصة لا يقاس عليهم غيرهم، صحيح. علم النفس التربوي وعلم النفس الطفل يثبت تفاوت القدرات الذهنية في الفهم والحفظ لبني الإنسان جميعا، ولكن مع ذلك كل إنسان عنده هذه الموهبة سواء موهبة الحفظ أو الفهم، ويستطيع أن ينمي هذه الموهبة وأن يستثمرها للتغلب على حفظ القرآن الكريم أو حفظ غيره من المتون العلمية أو حفظ غيره من العلوم والفنون. إذا العلماء رحمهم الله علماؤنا عالجوا هذه المشكلة من القديم، مشكلة المتشابه اللفظ. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذه المشكلة مشكلة واقعية تعترض سبيلهم وسبيل أبنائهم وطلابهم في إتقان حفظ القرآن الكريم. ولذلك العلماء رحمهم الله اهتموا بهذا الجانب وهو ضبط المتشابه اللفظي. طيب ما هو هذا المتشابه اللفظي؟ ولماذا سميناه متشابها لفظيا؟ إذا هذا العلم، علم المتشابه اللفظي، هو